السلام عليكم البنات، معكم في سنفتيني وان شاء الله غنشارك معكم الراس ديال الحولي. عندنا راس الحولي شوطناه، خصنا بالخل والملحه تنديرو تحت الشبيكه الازير وورقه الناموسه، تنديرو شويه ديال الملح البنات، وتنبقى نشدو عليه في الكوكوط ونفوروه، وتجي بالشكل رائع البنات، مذاق زوين وتجي ما اروع منه يا بنات. نتمنى يكون خفيف عليكم، ما تنساوناش باللايك فضلا الله يسر امران. المهم البنات نسفو بهذا الشكل مع ديك الازير والوراق الناموسة والملحه فقط، وهانتوما معايا حتى نهايه الطبق. نتمنى يكون خفيف عليكم، عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. المهم البنات غنشدو عليه طيب، وهانتوما معايا حتى نهايه الطبق. صافي تيجي الراس ديالنا بهذا الشكل، تنرفقوه بالملحه والكمون وغتشوفوا كيطاب معايا بحال الزبده، غزال رائع البنات ومذاق رائع بديك العشور ديال الازير والوراق الناموسة. شوفوا الشكل تيمشي مع الفرشيطة طايب. وتحياتي لكم وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوناش باللايك فضل الله يسر امران. وشكرا متابعين فاتين، وتحياتي لكم وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.